أهلا بكم. ما أسباب تظاهرات في كردستان العراق؟ هل أسبابها تتعلق بالرواتب فقط أم أنها نتيجة لتراكمات سابقة؟ أربيل وبغداد يتبادلون الاتهامات حول التظاهرات، فمن يتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية في الإقليم؟ هل هناك أطراف خارجية تحاول ركوب موجة التظاهرات في السليمانية؟ ما مستقبل إقليم كردستان في ظل التطورات الحالية ومواجهة الاحتجاجات بالقمع؟ وما تداعيات هذه التظاهرات على الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي في الإقليم؟ شعارات المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة والقضاء على الفساد برزت في تظاهرات السليمانية أيضا، تماما كما في ثورة تشرين في بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث جوبهت بالقمع أيضا. فهل كانت ثورة تشرين محفزا لتفجر الاحتجاجات في السليمانية؟ نضع تحت الضوء تظاهرات كردستان لتشخيص الداء وتحديد الدواء. نتابع هذا التقرير. بعيدا عن كل التوقعات بوقفها، تستمر التظاهرات التي تشهدها مدينة السليمانية في كردستان العراق على الرغم من حظر التجوال وحجب مواقع التواصل الاجتماعي خشية انتقالها إلى المحافظات الأخرى، مع فشل محاولات الأحزاب الكردية الحاكمة في إنهاء الاحتجاجات. حصلت الضحايا في صفوف المتظاهرين في تزايد مستمر بحسب موقع المونيتور الأمريكي، لا سيما بعد استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة برواتبهم وإلزام السلطات الحكومية بوضع حد لاستشراء الفساد الحكومي. السلطات في كردستان أصدرت قراراً بمنع تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة، وقامت بحملة اعتقالات للناشطين، فيما اتهمت المتظاهرين بمحاولة زعزعة الاستقرار لتعيد ذات السيناريو الذي استخدمته حكومة عبد المهدي في بغداد ضد ثوار تشرين حين أسقطت أكثر من 700 شهيد ونحو 30,000 جريح، فضلاً عن آلاف المغيبين والمخطوفين لقمع التظاهرات والقضاء عليها بقوة. وعلى نهج عبد المهدي سار الكاظمي الذي لم يستجب لمطالب ثوار تشرين، لكنه ضمن دعاية حكومية يتعهد بالعمل الجدي للاستجابة لمطالب المتظاهرين في كردستان العراق، فيما عبر المتظاهرون في السليمانية عن انزعاجهم من السياسات الفاشلة التي اتبعتها حكومة بغداد وأربيل والتي أدت إلى فقدان رواتبهم ونقص الخدمات وارتفاع نسب الفساد بحسب وكالة دويتشا فيلا الألمانية. ثوار تشرين عبروا عن تلاحمهم ومساندتهم لمتظاهري محافظة السليمانية مرددين هتافات تؤكد على وحدة الشعب العراقي. يبدو أن الحزبية المقيتة والتمسك بالمناصب والفساد هي العامل المشترك لحكام العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وفي المقابل جاءت مطالب الشعب موحدة في إسقاط الأحزاب الحاكمة الفاسدة كما هو الحال في ثورة تشرين، ومن قبلها الاعتصامات في بغداد والموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين التي جوبهت بالقوة المفرطة من قبل نظام المحاصصة الطائفية. أرحب بداية بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ شاهو القرداغي ضيفي في الأستوديو الباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا. وأرحب أيضا بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر ينضم معنا عبر سكايب. أستاذ مصطفى كامل مرحبا بك. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ شاهو أبدأ معك، ما حقيقة أسباب التظاهرات في السليمانية؟ هل الأمر متعلق بالرواتب فقط أم أنها تراكمات سابقة؟ تحياتي وتقديري لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة إذا نظرنا إلى الأسباب الظاهرية هي قد تكون متعلقة بموضوع الرواتب، وخاصة أنها اندلعت المظاهرات عن طريق خروج التدريسيين والمعلمين والموظفين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من 50 يوم، وأيضا خلال عام كامل لم يقبضوا إلا 4 إلى 5 رواتب منقوصة يطبق عليها نظام الادخار، يعني رواتبهم تتأخر
ولا تدفع بشكل كامل، وبالتالي قرروا الخروج للمطالبة بتوزيع الرواتب، وهي الحق الطبيعي والمشروع لكل موظف يعمل في أي دولة في العالم. وأتوقع أن للأسف هذه التجربة السيئة فقط في العراق وفقط في الإقليم، أن يتأخر رواتب الموظفين بهذا القدر من التأخير، تأخير كبير، وهذا الأمر أثر على الحياة والوضع المعيشي، يعني تسبب في ركود اقتصادي وأثر على الطبقة غير موظفين، يعني طبقة الذين يعملون في الأعمال الحرة ويعملون في السوق أيضا أثر عليهم. هذه التراكمات تسببت في خروج المظاهرات بهذه الطريقة، ولكن السبب الآخر والحقيقي ليست فقط موضوع الرواتب، بل هي موضوع تراكم الأخطاء والمشاكل في إقليم كردستان العراق منذ 2003 وحتى الآن. للأسف الشعارات التي رفعت والديمقراطية وحقوق الإنسان ظلت في حدود القوانين والتشريعات وتصريحات المسؤولين، لم يتجسد في أرض الواقع، لم يتجسد على أرض الواقع. يعني نحن نعاني من الكثير من الأزمات والمشاكل السياسية، أيضا مشاكل اقتصادية، فساد، غياب الشفافية. حتى أحد القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني قال: لا أنكر أن هناك مافيا يهاجمون المستثمرين ويأخذون الأثاوات منهم، وشكلنا لجنة لمعاقبتهم. إذن هناك اعتراف رسمي بأن هناك فساد متجذر، سواء في المعابر الحدودية أو في ملف النفط أو في ملف احتكار السوق من قبل الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق. هذه الأسباب وتفاقم هذه العناصر أو أساليب أو أبواب الفساد تسبب في دفع المواطن الكردي للخروج والمطالبة بحقه، لأنه عندما يقارن حياته بحياة الطبقة الثانية، الطبقة الحاكمة المقربين من هذه الطبقة، يرى بأنه يعيش في أسفل الشرائح، وبأن هذه الطبقة لم تتأثر عليهم المشاكل المالية الموجودة. يعني شعار أو الترويج لوجود أزمة مالية لا يؤثر على طبقة المسؤولين وصناع القرار، وهنا يشعر المواطن أن هناك إشكالية في هذا الموضوع، ويرفض أن يكون هو فقط الشريحة الذي يدفع الثمن. يعني عندما يطالب بالصبر والتحمل سيصبر عندما يرى أن الجميع صابرون ومتأثرون بالأزمة المالية، ولكن عندما يرى أنه هو فقط المتأثر بهذه الأزمة وهناك شريحة ليست متأثرة بهذه الأزمة المالية، حينها يدرك أنه لا وجود لأزمة مالية. هنا المشكلة، عندما يدرك أنه لا وجود لأزمة مالية وأن الترويج لهذه الفكرة هي فقط لإدامة الموضوع كما هي وتأخير الرواتب والتعويل على صبر المواطنين، وهذا الصبر سينفجر في يوم ما، وهو الآن عندما نرى أن المتظاهرين خرجوا وللأسف سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم، ولكن رغم ذلك مصرون على المطالبة بحقوقهم وتحقيق. إذن هناك قناعة لدى المواطنين في كردستان العراق أنه لا وجود لأزمة مالية هناك الآن. طبعا. هناك قناعة لهذا الأمر بعد انتشار طبعا عدد كبير من نواب المعارضة في الإقليم نشروا بيانات لنسبة الفساد في المعابر الحدودية ونسبة الفساد في قطاع النفط ونسبة الفساد في ملف التهريب. عندما يرى المواطن هذا الأمر ويرى أن هناك أموال موجودة وتتدفق على الإقليم وعلى العراق وهو محروم من هذه الأموال، حينها يدرك أن الأزمة المالية غير موجودة فعليا. طيب، هنا نريد أن نفهم يعني وجهة النظر الدولية تجاه ما يجري من خلال وسائل الإعلام التي تتحدث عن التظاهرات في كردستان العراق. فرانس بريس مثلا على سبيل المثال وصفت الاحتجاجات في كردستان العراق على أنها ثورة جياع. لماذا لا يسلط الضوء على الفساد والنظام المحاصصة الحزبية الموجود داخل كردستان الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع؟ يعني هم دويتشه فيلا الألمانية تحدثت أيضا عن يعني سياسات فاشلة لدى بغداد وكردستان وأربيل اللي أدت بالتالي إلى هذه الاحتجاجات والمطالبات. يعني لماذا فقط يسلط العالم أو وسائل الإعلام الدولية تسلط فقط الضوء على النتيجة ولا تسلط الضوء على المرض، على الأسباب التي تسببت بهذه النتيجة؟ تماما. عندما نقارن
الأسباب أو الدوافع التي تسببت في خروج هذه التظاهرات بين الإقليم وباقي المحافظات، هنا يبرز موضوع الرواتب. يعني رأينا أنه في تشرين وفي باقي المحافظات التي شهدت مظاهرات في العراق لم تكن الدافع الأبرز هو الرواتب، ولم يكن هناك مشكلة في الرواتب بل أزمات أخرى ومشاكل سياسية أخرى. في الإقليم إذا قارنا الوضع الأمني أو الاستقرار مع باقي مناطق العراق، نرى أن الإقليم جيد ويرى تقدم أفضل أو أنها في مستوى أفضل من هذه الناحية، من ناحية الأمن والاستقرار في هذه النواحي. ولكن عندما نأتي إلى ناحية توزيع الرواتب والإدارة السليمة وإدارة الإقليم وإدارة الحكومة، نرى أنها فاشلة. المشكلة أن هناك نواب من داخل كردستان يتحدثون على أن هناك ثورة جياع يعني في داخل كردستان، كالنائبة ريزان الشيخ الدير، يعني تظاهرات السليمانية وصفتها بأنها ثورة جياع بسبب الوضع الاقتصادي. كل هذه يعني أزمات متفاقمة ومتراكمة. لنتعرف على رأي الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى كامل، مرحبا بك. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ مصطفى. كيف تراقب الاحتجاجات في السليمانية؟ ما حقيقتها؟ هي ليست فقط مسألة رواتب مثل ما تحدث الأستاذ شاهو القرداغي، هناك تراكمات نتيجة الفساد. كيف تنظر إلى هذه الاحتجاجات وأسبابها الحقيقية أستاذ مصطفى كامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها بعض محافظات شمال العراق وليست السليمانية فقط. نعم. يعني السليمانية الآن، ولكن في مرات سابقة حدثت في أماكن أخرى، في دهوك وفي أربيل أيضا. هذه الحقيقة جزء من انعكاس مأساة أو الإخفاقات الهائلة التي يتعرض لها النظام الذي جاء به احتلال العراق كله. يعني هذا الذي يجري في شمال العراق في محافظات إقليم كردستان في الحقيقة يعني هي تعبير عن أزمة النظام السياسي القائم في العراق كله. فهو نظام ليس فيدرالي وليس كونفدرالي وليس مركزي، هو نظام محاصصي، نظام إقطاعي، يعني لكل منطقة من العراق أو لكل محافظة من المحافظات العراقية هناك عائلة أو عوائل، وهناك حزب أو أحزاب، ميليشيا أو ميليشيات، وهكذا تتحكم به وتسرق خيراته، ويعني تذيق الشعب في تلك المنطقة أو المحافظة الويلات. وبالتالي هذا كما قلت هو جزء من أزمة كل النظام الذي يتمتع بالفساد وبالإرهاب وبالقمع. وكل الادعاءات التي تحدث عنها أقطاب هذا النظام وداعميهم، وطبعا من جاء بهم وأقصد الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، كل الحديث عن إيجاد نموذج للديمقراطية في العراق وتحديدا في محافظات إقليم كردستان في شمال العراق، كل هذا حقيقة لا وجود له، لأننا رأينا القمع الذي تمارسه هذه ميليشيات السلطة، سواء ميليشيات البيشمركة أو ميليشيات الحشد الشعبي أو كل الميليشيات الأخرى، بما في ذلك ما يسمى بقوى الأمن الحكومية والقوى قوات العسكرية أيضا، هي كلها حاصل جمع الميليشيات في العراق. ويعني رأينا أن القمع في شمال العراق لا يختلف عن القمع في وسط وجنوب العراق أو غربه في سنوات سابقة. الادعاء بالديمقراطية هو كذبة ويعني تزوير للحقيقة التي هي كما قلت نظام إرهابي إقطاعي لا يعير لقيم العدالة وحقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية أي اعتبار. هناك سرقات. وكالة ديتشا فيلا الألمانية أرجعت ما يجري من احتجاجات للسياسات الفاشلة سواء لبغداد وأربيل. الكاظمي تعهد يعني العمل بجدية للاستجابة لمطالب المتظاهرين في كردستان. يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر وثورة تشرين في بغداد والمحافظات الجنوبية جوبهت بالقتل وجوبهت بالقمع؟ كيف يمكن له أن يحل ذلك؟ هو ليس انعكاس للسياسات الفاشلة، هو انعكاس للنظام الفاشل بأكمله. يعني كل منظومة الحكم
والإدارة والسلطة في العراق سواء في شماله أو وسطه أو جنوبه شرقه أو غربه هي منظومة فاشلة تعتمد على القمع والإرهاب والفساد والسرقات والتزوير، وهذا كما قلت الذي يجري في شمال العراق كما في جنوبه هو انعكاس لفشل هذا النظام كله وليس لسياسات هنا أو هناك. يعني إلقاء المسؤولية على سياسة على يعني أمر سياسي محدد أو خطوات سياسية محددة أو قوانين معينة أو هذا المسؤول أو ذاك أو تلك السلطة أو هذه أو ذاك الحزب أو ذاك، هذا لا يحل المشكلة في العراق. المشكلة في العراق تحل بإنهاء هذا النظام كله، لأنه ببرلمانه وشخوصه وأحزابه وقوانينه وقراراته وبالصيغ الإدارية والتي أوجدها. يعني ولذلك نحن نرى أن ما يجري في جنوب العراق يواجه بالقمع والإرهاب، وما يجري في شمال العراق يواجه بالقمع والإرهاب. فما يوجد في وسط وجنوب العراق من فساد ومن تزوير ومن سرقة لكل مقدرات وثروات الشعب هو موجود مثله في شمال العراق، وهذا طبعا هو شمال العراق لا شك أنه يحظى بنسبة يعني ظاهرة من الأمن ومن الخدمات، لكن هذه النسبة الظاهرة من الأمن والخدمات تخفي وراءها فسادا وسرقات وسرقات مليارية بل بعشرات المليارات. هناك دائما الآن هناك يعني تكشف لحقائق أن النفط العراقي المستخرج من حقول شمال العراق، وأنا أكرر على أن هذه المنطقة هي شمال العراق وليست منطقة منفصلة منه، يجري يعني جرى أو بالحقيقة جرى وليس يجري جرى بيعه لعشرات السنين مقدما، وبالتالي هذه المسألة ويوميا أو شهريا ترسل السلطات في أربيل وفودا إلى بغداد، ويقال أنه جرت مباحثات جيدة وبناءة وهذه الوفود مفوضة بصلاحيات وإلى آخره. هذه كذبات، لأنه لا يمكن للسلطات في كردستان العراق تسليم النفط الذي سرقته من مال العراق وباعته إلى الخارج سواء إلى تركيا أو عبر تركيا، وبالتالي تشابهت. نعم، يعني هو التهريب يتم عبر إيران أيضا. نعم. ولا يمكن الوصول إلى حل. يعني الأمر خرج عن السيطرة. لا يمكن لأربيل أن تسدد لبغداد ما قيمة النفط الذي طيب. تسوقه. طيب أستاذ مصطفى لو سمحت. نعم. أربيل طبعا سلطة الحكم كله. أربيل والسليمانية أعني. ولا يمكن لبغداد أن تغض النظر عن هذه العملية أيضا. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ مصطفى كامل، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ شاهو، شعارات إسقاط حكم الأحزاب والقضاء على الفساد كانت موجودة أيضا محاضرة في احتجاجات أو تظاهرات السليمانية كما في ثورة تشرين في بغداد والمحافظات الجنوبية. بالنسبة إلى التعامل مع الاحتجاجات بالقمع في كلتا الثورتين أو كلتا التظاهرتين، هناك قمع، هناك يعني استهداف مباشر للاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق، كيف تنظر إلى ازدواجية تعامل أحزاب بغداد بين تظاهرات الشمال في كردستان وبين تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية؟ طبعا أمر مستغرب جدا أن جميع وسائل الإعلام التابعة للأحزاب الميليشياوية والأحزاب السياسية في بغداد ركزت جهودها بالكامل على تغطية مظاهرات سليمانية وسمتها بثورة شعبية وثورة جياع ضد الظلم. نفس هذه وسائل الإعلام، نفس هذه الوسائل التي وصفت المتظاهرين في بغداد بأنهم جوكرية وبعثية ودواعش وتابعين عملاء لأمريكا وإسرائيل، وبررت قتلهم وقمعهم. ماذا يعني ذلك؟ نفس هذه الوسائل الإعلام، وآخرها نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري يقول أننا مع حقوق الشعب الكردي وحرياته وضد القمع، في نفس الدقيقة وفي نفس الوقت ميليشيات التيار الصدري في الناصرية يهاجمون الناشطين ويقتلونهم، وفي بغداد أيضا يهددونهم. إذن هذا ليست ازدواجية وإنما تناقض. هذا التناقض الكبير
يجعل المواطن الكردي لا يكون فرحا أو سعيدا بهذه المواقف، لأنه يدرك أن هذه الأطراف لا تهمها مصلحة المواطن سواء كانت في أربيل أو في السليمانية. حتى في هذا الأمر هم لماذا يركزون على تغطية القمع في السليمانية؟ حتى يقولوا أننا لسنا فقط من نقمع، هناك من يقمع أيضا في السليمانية وفي المدن الأخرى، حتى يبررون قمعهم. وبالتالي هذه مظاهرات السليمانية كشفت ازدواجية كبيرة لدى الأحزاب السياسية في بغداد، خاصة رأينا أنهم في البرلمان العراقي يحملون صور شهداء السليمانية وضحايا السليمانية، بينما هم لم يتحدثوا بحرف واحد عن أكثر من 700 شهيد في بغداد وفي باقي المحافظات. أين ذهب هؤلاء؟ هل يبررون قتل شباب بغداد بينما يدافعون عن شباب السليمانية؟ كيف نفهم هذا التناقض الكبير والإزدواجية الموجودة في مفاهيمهم؟ وكيف لا يمكن فهم هذا الأمر؟ وبالتالي هؤلاء أثبتوا بهذا الموقف وخاصة تأييدهم الكامل لمظاهرات السليمانية أنهم لا يكترثون أو لا يهتمون بموضوع حقوق الإنسان، وبينما يستخدمون كما قلنا المرة السابقة تجار الأزمات، يستخدمون ويستغلون هذه الأحداث لتصفية حسابات سياسية وأيضا كوسائل حزبية للترويج لأنفسهم، حتى يبرروا للآخرين بأنهم ليسوا وحدهم من يرتكبون القمع في العراق، بينما هناك قمع في أماكن أخرى، وبالتالي لا يجب التركيز على قمعهم ولا يجب التركيز على مواجهتهم القاسية مع المتظاهرين. ولا يمكن، النقطة الأهم، لا يمكن التعويل على هذه المواقف التي تريد أن تبرز الميليشيات والأحزاب السياسية الموالية لها بأنها أطراف إنسانية. لا يمكن أن نقتنع بهذا الأمر، حتى لو أيدوا مظاهرات سليمانية وأيدوا كل تظاهر في إقليم كردستان العراق، بل هم أصلا بهذه المواقف يشوهون هذه التظاهرات. هذه التظاهرات ليس بحاجة إلى موقف هؤلاء، ليس بحاجة إلى موقف القتلة، ليس بحاجة إلى مساندة القتلة، لأنها أصلا تخرج على الأسباب والدوافع التي دفعت الشباب في بغداد وفي باقي المحافظات إلى الخروج، نفس الأسباب التي تدفعهم. المواطن في العراق سواء كان في كردستان في السليمانية أو في بغداد أو في أي محافظة أخرى يخرج لنفس الأسباب. طيب، يعني لا يوجد في هذه النقطة متفرقة. اسمح لي أستاذ شاهو أن أنتقل لأستاذ مصطفى. تظاهرات السليمانية من حيث الأسباب والهدف طبعا هي جزء من الحراك الشعبي المتمثل بثورة تشرين. أستاذ مصطفى، من وجهة نظرك إلى أي مدى أعطت تظاهرات كردستان زخما أكبر لثورة تشرين، وخصوصا أن لها نفس الهدف؟ يعني أولا أنا أقول أن ما يعلنه أقطاب العملية السياسية الاحتلالية في بغداد من تأييد مزعوم، وأنا أضع كلمة تأييد بين قوسين، للمظاهرات الاحتجاجية العارمة في شمال العراق، الحقيقة هو ليس تأييد، هو نوع من المماحكة السياسية نتيجة الخلافات التي تندلع بين جهات معينة، من تحديدا من التحالف الشيعي أو من القوائم الشيعية الحقيقة يعني التابعة لإيران مع مثيلتها في شمال العراق، فهو ليس تأييدا وإنما هو نوع من المماحكة السياسية. ثورة تشرين أعطت الكثير، يعني من التي قامت في محافظات وسط وجنوب العراق، أعطت نموذجا واضحا أو دعما كبيرا لما يعيشه المواطن العراقي في شمال العراق. وبالتالي هذه المظاهرات الاحتجاجية وإن كانت ذات طابع مطلبي، لكنها في حقيقة الأمر كما قلنا احتجاج على كل النظام الفاسد والإرهابي القمعي السارق لثروات العراق في كل مكان. هذه المظاهرات التي تندلع في شمال العراق لا شك تستمد من ثورة تشرين في وسط وجنوب في وسطه وجنوبه الكثير من الوقود والكثير من الدعم والإسناد. وهذا أيضا يؤكد حقيقة المواقف الوطنية لكل القوى والشخصيات المناهضة للاحتلال التي لم تفصل الحالة في شمال العراق عن جنوبه، ولذلك هي رفضت وقاومت كل هذا المنهج الخاطئ
الذي جرى اعتماده في العراق سواء في وسطه أو جنوبه. هذا الذي يجري الآن في وسط وجنوب العراق وفي شمال العراق يؤكد مواقف القوى الوطنية والشخصيات الوطنية المناهضة للاحتلال ولمشروعه السياسي الإجرامي في الحقيقة، لأنها يعني هذه القوى جميعا والشخصيات أكدت طيلة السنوات 17 الماضية والنصف من عمر الاحتلال. نعم أستاذ مصطفى، فقدنا ربما الاتصال بأستاذ مصطفى كامل، سنعود مرة أخرى الاتصال بالأستاذ مصطفى كامل. أستاذ شهو، يعني الآن من وجهة نظرك، يعني هناك الكثير من المراقبين أو حتى الشهود العيان تحدثوا عن موضوع أنه هناك محاولات لاختراق هذه التظاهرات والاحتجاجات في السليمانية، وخصوصا هناك دليل على هناك بعض الأدلة مثل محاولة حرق بعض توابع أو الدوائر الحكومية هناك. يعني هل ترى أن هناك ربما من يحاول تشويه صورة هذه الاحتجاجات أو من يحاول ركوب موجة هذه التظاهرات في سبيل الحصول على مكاسب سياسية؟ بداية التظاهرات كانت سلمية بحتة وكانت من مدرسين وتدريسيين والمعلمين في المجتمع، والجميع يعرف أن هذه الطبقة طبقة مثقفة وتريد أن تطالب بحقوقها بشكل سلمي. بعدها تم حرف سياق أو مسار التظاهرات إلى حرق الدوائر الحكومية. من قام بذلك؟ هنا الجهات المسيطرة أو الجهات الأمنية والجهات الحزبية في محافظة السليمانية تتهم بعض الأطراف أو بعض الأطراف الخارجية التي تريد تحريف المظاهرات عن سياقها وتريد حرف بوصلة المظاهرات، وخاصة من الإعلام اللارسمي للاتحاد الوطني الكردستاني كان هناك اتهامات، وحتى من الديمقراط الكردستاني، رئاسة الحكومة بيد الديمقراط الكردستاني كان هناك اتهامات لخلايا وتنظيمات الحزب العمال الكردستاني بأنها تريد أن تستغل هذه المظاهرات أو تركب موجة التظاهرات وتأخذها إلى جانب آخر وهي جانب العنف، وخاصة أن الأطراف السياسية التي شاركت في تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق ركزت على هذه النقطة بأن هناك أطراف مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في سليمانية شاركت في المظاهرات أو سوقت وروجت للمظاهرات وحاولت يعني أخذ السياق أو مسار المظاهرات إلى العنف والفوضى ومهاجمة وحرق المقرات الحكومية. بلا شك أن المواطن في كردستان يدرك أن حرق هذه المقرات والدوائر الحكومية ليس من مصلحة المواطن الكردي، لأنه بالأخير يجب إعماره مجددا في بميزانية من أموال المواطنين، وبالتالي لا قيمة لهذا الحرق، وبالعكس يعطي صورة يشوه صورة المتظاهرين الذين خرجوا بالفعل لمطالبة بحقوقهم المشروعة وليس لأجل التخريب. هل هذا ربما يعني يقود للتساؤل، هل يراد من ذلك التبرير لقمع هذه التظاهرات بقوة السلاح؟ المونيتور الأمريكي يتحدث عن تزايد أعداد الضحايا بين صفوف المحتجين في كردستان، بين 9 إلى 10. نعم. سقطوا. نعم. قتيل وأكثر من 100 جريح. نعم. وأيضا 400 معتقل. نعم. حتى لو كان هناك، دائما السؤال الأبرز دكتور هو هل الأيادي الخارجية فشل للسلطة أم خيانة للمتظاهرين؟ دائما هذا السؤال مهم كيف جدا. كيف تجيب على هذا السؤال؟ هذا السؤال إذا كان هناك، إذا اعترف السلطة بأن هناك أيادي خارجية، كيف سمحت لهذه الأيادي الخارجية بالتواجد في داخل البلاد وهي تعرف الشاردة والواردة وتسمع دبيب النمل؟ كيف سمحت لهؤلاء بأن ينظموا المواطنين، بأن يروجون أفكارهم ويوجهون آلاف الشباب؟ يعني أليس من الإهانة أن نقول لمواطن صبر أشهر كثيرة ولم يقبض راتبا ويعاني من مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية بسبب الرواتب، وعندما يخرج للمطالبة بحقه نقول أن وراءه أطراف خارجية؟ أليس هذا إهانة للسلطة السياسية التي تتباهى بأن لديها قبضة أمنية قادرة على حماية المواطنين؟ هذه نفس المسوغات التي طرحتها حكومة تماما. إذا نعود للنقطة الأولى، التسويق والترويج لموضوع الأيادي الخارجية والأيادي الخبيثة والمؤامرات، هذا أصلا السلطة تعترف بفشلها إذا سوقت هذه النظريات. طبعا في كل دول العالم عندما يحدث فراغ أو فوضى هناك أطراف خارجية تريد استغلال هذا الفوضى لمصالحها، ولكن من المسؤول عن حدوث هذا الفوضى؟ من المسؤول عن
إنهاء الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الخروج، يعني إذا قامت الحكومة في الإقليم أو في بغداد أي حكومة بدل الشعارات وصبر المواطنين ونتعاطف معهم، بدل هذه الشعارات لو جلبت مسؤول حزبي واحد وحاكمته وأدخلته السجن وأرجعت الأموال المنهوبة لهذا المسؤول، مسؤول واحد إلى خزينة الدولة، فورا المواطنين جميعهم يعودون إلى منازلهم ويشعرون بالراحة والاطمئنان بأن هذه الحكومة الصادقة في شعارات ولكن الإصلاح. هذا أيضا لم يحصل في بغداد إلى الآن، لم يحصل في أي مكان. متى يحصل هذا الأمر؟ طبعا في الإقليم للأسف إلى الآن لم يحصل، لم نرى أي مسؤول حزبي يدخل إلى السجن بتهمة الفساد، وهذا أمر معيب ويجب أن يتحقق ويكون أمر عادي، لأننا نرى فساد كبير. من وراء هذا الفساد؟ مخلوقات فضائية في بغداد أيضا وفي الإقليم، أو إذا حصل يكون قبل الانتخابات أو لتصفية حسابات سياسية، أو يتم إعطائه مهلة للذهاب إلى خارج البلاد وجمع أمواله، وبعدها يصدر قرار بإلقاء القبض عليه أو ملاحقته، وبالتالي ليس هناك نية صادقة لمكافحة الفساد. طيب عاد معنا الأستاذ مصطفى كامل، اسمح لي أستاذ شاهو. أستاذ مصطفى كامل، يعني مرحبا بك مرة أخرى. هذه الاحتجاجات أيضا يعني جوبهت بالقمع، تداعيات القمع في نظام من المفترض أنه بعد العام 2003 على أساس ومن المفترض أنه نظام ديمقراطي وتم الترويج له حتى قبل احتلال العراق، قمع المواطنين، قتل المواطنين بالرصاص الحي على هذا النحو، سواء في ثورة تشرين أو في الاحتجاجات في كردستان، ما تداعياته على المشهد في العراق؟ أنا قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، عندما انقطع البث أنا كنت أقول أن هذه الاحتجاجات التي تجري في شمال العراق والثورة العارمة التي تجري في وسطه وجنوبه تؤكد موقف القوى الوطنية المناهضة لمشروعه الإرهابي الإجرامي الفاسد المسمى بالعملية السياسية، وهي أن الذي يحصل في شمال العراق ليس منقطعا عن كل ما يحصل في العراق ككل من فساد وإجرام وإلى آخره. الذي يعني هذه الادعاءات بالديمقراطية اتضح زيفها خلال السنوات 17 الماضية بشكل لا يمكن يعني إنكاره، سواء في وسط العراق أو في شماله أو في جنوبه. كل الإجراءات التي قامت بها السلطات في هذه المحافظة أو تلك، وقام بها هذا الحزب أو ذاك، أو هذه الميليشيا أو البيشمركة أو غير ذلك، كلها تؤكد كذبة الديمقراطية التي جرى تسويقها كجزء من مشروع غزو واحتلال العراق واعتباره أو يعني جعله واحة للديمقراطية في المنطقة، أو ما يروج من أن هذا الذي حصل هو عمل يعني يحصل في الانتخابات، يعني هو عملية ديمقراطية سياسية تضمن انتقالا وتداولا سلميا للسلطات. هو في الحقيقة نظام محاصصي، نظام فاسد، نظام إرهابي، نظام قمعي، نظام إجرامي. الأمر لا يتعلق فقط بالقمع والإرهاب الذي تواجه به يعني عصابات النظام، سواء الكردية منها أو العربية، السنية منها أو الشيعية، لأبناء العراق، وإنما يتعلق ب يعني كتم المعلومات، بعدم الشفافية، بالتزوير، بانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تجري على نطاق واسع في العراق، عملية التغييب القسري لآلاف بل لعشرات ألوف من المواطنين، انتهاك حقوق الصحفيين والإعلاميين، قانون النشر يجري الإعداد له وسيتم تطبيقه على العراقيين لخنق مزيد من الأصوات، عمليات الاغتيال، عمليات الاختطاف، كل هذه تفضح كذبة الديمقراطية التي سوقوا لها كجزء من مشروع غزو العراق. يعني نحن يجب أن لا ننظر إلى الموضوع باعتباره إلى هذه الجزئية أو تلك باعتبارها منفصلة عن مشروع تدمير العراق ككل الذي جاء به الاحتلال. هذا الذي يجري في شمال وجنوب العراق ووسطه كله يدخل، يعني أقصد من قمع وإرهاب أبناء العراق، كله يدخل ضمن مشروع تدمير العراق الذي جاءت به آلة الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني أيضا المشترك للعراق.
يجب أن نفهم الأمور في هذا السياق. أستاذ مصطفى، بعد تحديدكم أو تشخيصكم للداء وهو نظام المحاصصة بعد احتلال العراق عام 2003، ما هو تشخيصكم للدواء؟ ما هو العلاج؟ ما هو الحل من أجل يعني حصول العراقيين على جميع حقوقهم في ظل نظام عادل بعيدا عن المحاصصة؟ الحل في عنوانه العريض يكمن في الشعار الذي رفعه في تشرين في وسط جنوب العراق، ويرفعه مناسبة أو المحتجون في شمال العراق أيضا، وهو شعار من أربع كلمات: الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام يعني إسقاط دستوره وبرلمانه وأحزابه وميليشياته وقوانينه وإجراءاته، لأننا حتى في أقصى درجات الضيق الذي عاناه العراق في ظل الحصار الشامل المفروض عليه في عقد التسعينات، لم يجد المواطن في شمال العراق حالة التي يعيشها الآن. كانت المواد تذهب إليه، المواد التموينية والعقود والمواد المستلزمات الدراسية أيضا تذهب لهم، والأدوية، ويطبق عليهم ما يطبق على العراق من ظروف صعبة، زائدا ما تسمح لهم ظروف الانفتاح على إيران وعلى تركيا من بعض الخصوصيات. لكن المواطن شمال العراق لم يعاني من انعدام الأمن وانعدام الخدمات وانعدام الرواتب وانعدام مستلزمات الحياة حتى في ذلك الوقت الذي كان العراقيون كلهم يعانون من ظروف الحصار الصعبة. كان الأمر يجري بسياق واحد أو بسياق متقارب. الآن المواطن الكردي في ظل ما تسطو عليه السلطات في إقليم كردستان كما تسمى، وسواء من ميزانية العراق أو ما تأخذه أو تسرقه بالحقيقة من تهريب لنفط العراق سواء عبر تركيا أو عبر إيران، والمئات المليارات التي جرى أو عشرات المليارات من الدولارات يعني تم الحصول عليها، ومع ذلك المواطن يعاني من فاقة. يعني السنة الماضية كما قال السيد شاهو، يعني هناك انقطاع كبير في دفع الرواتب، وهناك أيضا خصم من هذه الرواتب حتى تدفع بين حين وآخر. هذا يعني هذا مثله يجري بالمناسبة، هذا يعني تأخر الرواتب يجري أيضا في يعني لاحظ في مؤسسات السلطة في عموم أنحاء العراق. هذا ماذا يعني؟ أن حالة الفساد والتغدي والخراب والإجرام والسرقات والتزوير قائمة في كل مكان، ولذلك المعالجات لا تكون معالجات جزئية ولا تكون معالجات كلية. ومن هنا مسألة العلاج يجب أن يكون علاج كل هذه الأنظمة الفاسدة السارقة الإرهابية الطمعية، وليست إجراءات هنا أو هناك، تسليم رواتب من بغداد إلى سلطة كردستان، أو تسليم مبالغ النفط المباع إلى بغداد من قبل كردستان، أو معالجة هذه المسألة أو تخفيض رواتب هنا أو إلغاء بعض الموظفين الفضائيين أو المتقاعدين الفضائيين كما يسمون في هذه الوزارة أو المؤسسة. الموضوع أكثر من ذلك. هذا الموضوع، هذه الإجراءات، وهذا بالمناسبة إذا تسمح لي فقط هذا الاستطراد البسيط. تفضل. قانون الاقتراض الذي مؤخرا، قانون الاقتراض الذي سن مؤخرا والذي سيكبل العراق بمزيد من القيود والصعوبات التي سيدفعها أبناء العراق لاحقا، هذا ليس معالجة لأي شيء. هذه كما يفعل شرط المرور عندما تحصل أزمة في خانقة مرورية في شارع ما، يحاول معالجتها بسيطة أو مجرد معالجات مؤقتة وليست معالجة قطعية دائمية، أبرة تخدير وليس علاجا حقيقيا لمشاكل العراق. مشاكل العراق أكبر من ذلك، وهذه السلطات لا يمكن أن تقوم بحلها لأنها أصلا لم تقوم ليست جادة في الحل، هي جزء من المشكلة، بل هي المشكلة بذاتها وليست وضحت الصورة.
نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، لوجودك الكريم معنا في هذه الحلقة. أستاذ شاغو، يعني بالنظر إلى المعالجات القطعية والمعالجات الدائمة، هل ممكن المس بنظام وضعه الاحتلال والأمريكي بعد عام 2003؟ كيف يمكن لمتظاهرين سلميين أن يعني يحققوا هذا الهدف؟ بلا شك أن الإرادة الدار السياسية إذا أدركت أن هناك مخاطر حقيقية على هذا النظام أو على هذا الكيان الذي يديرونه، من الضروري أو من المنطقي أن يعيدوا النظر في سياساتهم، وحتى لا يذهب الجميع إلى فوضى وفراغ سياسي ولا يحدث ما لا نريده أو ما لا يريده المواطن في إقليم كردستان العراق أو في أي مكان منطقة أخرى. هذه المنظومة السياسية تتمتع بالتأييد الدولي، تتمتع بتأييد دولي منذ 2003 وحتى الآن، والمواطن عندما يخرج رغم فساده ورغم كل الخروقات التي فيه، المواطن الآن عندما يخرج، يعني تصور أن رغم كل هذا الفساد ورغم كل هذه الانتهاكات والخروقات، يطالب بحق بسيط وهو الرواتب، أو يطالب بحق بسيط وهو الشفافية. ولكن مصطفى قبل قليل يقول أن كل هذه المعالجات الوقتية، يعني ألهي الشارع بموضوع الرواتب على سبيل المثال، مع أن هذه مثل ما تفضلتم في بداية الحلقة أنها حسب قناعة المواطن في كردستان أن هذه الأزمة مفتعلة، يعني الحكومة ممكن أن تلبي هذه المطالب، ولكن هنا سيبقى النظام الفاسد كما هو. هنا النقطة الرئيسية التي كنت أريد التركيز عليها، الإدارات السياسية السليمة عندما تشعر أن هناك خطر حقيقي فعلا تبادر بتحقيق إصلاح جذري حتى تمنع هذا الخطر وتنقذ هذا النموذج الموجود. نحن سمعنا تصريح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بعد المظاهرات بشكل مباشر، تحدث عن أن هناك أيادي لتريد المس وضرب تجربة إقليم كردستان العراق، وهي من تقف وراء هذه المظاهرات. إذا كان هناك نية لحماية هذه التجربة وللحفاظ عليه من الأيادي الخارجية التي تريد أن تمس بها، نحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة سريعة لمواجهة هذا الأمر، ولكن نحن نفتقد إلى هذا الأمر. لا نستطيع أن نقوم بتخويف الداخل والخارج بوجود المؤامرات ووجود الأيادي الخارجية الخفية، لأن المواطن أصبح يدرك أن هذه الأمور فقط لتخويفه وإعادته إلى بيته أو إعادته إلى سقف الطاعة. طيب هنا أستاذ شاهر، يعني لنتحدث عن وجهة نظرك فيما يخص مستقبل إقليم كردستان في ظل التطورات الحالية، في ظل قمع تظاهرات واحتجاجات سلمية. طبعا لنتعرف على وجهة نظرك يعني من حيث ثلاث جوانب، نأخذ الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي بالمجمل، كيف تنظر إلى مستقبل الإقليم بعد هذه المظاهرات؟ طبعا هذه المظاهرات وخاصة خروجها بهذا الشكل الواسع في محافظة السليمانية، وحسب الناشطين أنها كانت هناك محاولات في دهوك أيضا وفي أربيل ولكن لم تنجح، هذا جرس إنذار حقيقي للسلطة السياسية، السلطة السياسية في إقليم كردستان العراق. أولا هذه المظاهرات في هذا التوقيت دليل على أن الشرخ بين المواطنين وبين الطبقة السياسية زادت بشكل كبير. لا يعني يمكن أن نتحدث عن غياب الثقة، يعني لأن المواطن إذا كان يثق بهذه السلطة السياسية سوف يقتنع بأن هناك أزمة وسوف يصبر ويتحمل ويقول أن يعلق الفشل على بغداد مثلا. يعني الآن هناك تسويق لنظرية بأن بغداد تتحمل كامل مسؤولية ما يجري في الإقليم. طبعا بغداد جزء من المشكلة، ولكن المشكلة الأكبر داخل الإقليم، يجب متابعة المشكلة الأكبر، يجب متابعة قضايا الفساد وليس تعليق المشاكل على بغداد. هؤلاء لا يقتنعون بهذا الأمر، لا يقتنعون بالسيناريو أو الترويج لقصة أن بغداد هي تتحمل كامل المشاكل، تتحمل مسؤولية كامل المشاكل، ولهذا الأمر خرج. وهذا يدل على ماذا؟ زيادة الشرخ بين المواطنين وبين الطبقة السياسية. الأمر الآخر هو هناك بعض الأطراف التي تتحدث عن موضوع إقليم السليمانية، وهذا أيضا أمر خطير آخر قد نواجهه في المستقبل. هناك من يتحدث يقول أن هناك تهميش للسليمانية من قبل حكومة إقليم كردستان العراق وتركيز على باقي المحافظات، وبالتالي إذا حققنا إقليم السليمانية سوف ينتهي هذه المشاكل. طبعا هنا سوف يحدث إضعاف أكثر وتقسيم أكثر للإقليم، والتجربة أصلا تنتهي، ولكن من يسبب بخروج
هؤلاء والتسويق لنظرياتهم الوضع السياسي الصعب الذي يعاني المواطنون في الإقليم بشكل كامل وخاصة في محافظة السليمانية. الأمر الآخر هو أن جميع الإنجازات الإدارية والخدمية التي قلنا أنها تحققت في الإقليم ولم تتحقق في بغداد وباقي المحافظات كلها سوف تتعرض للخطر إذا لم يتم معالجة مدروسة حقيقية من قبل السلطات السياسية في إقليم كردستان العراق. يعني إذا تدهورت أكثر الجانب المعيشي للمواطنين، الجانب الخدمي للمواطنين، تدهورت أكثر، لم يتم تقديم الرواتب، تم سيطرة كاملة على السوق واحتكر السوق من قبل بعض الشركات، هنا المشكلة. يعني الشركات حزبية تحتكر السوق، الإنسان المواطن العادي حتى لا يستطيع أن يجد فرصة عمل. إذا تراكمت هذه المشاكل وأدت إلى انفجارها لاحقا، تجربة الإقليم كتجربة تتعرض للخطر، وهنا هذا الخطر الرئيسي وأنا أعتبره الخطر الذي يجب أن نركز عليه، لأنه سوف يعرض كامل التجربة للخطر، كامل التجربة الذي يفتخر به أحزاب الإقليم، يفتخرون بأن هذه التجربة مميزة داخل العراق، هم بأنفسهم للأسف وبسياساتهم الخاطئة يعرضون هذه التجربة للخطر. بماذا؟ عن طريق هذه التراكمات الفساد والفشل الذي لم يتم معالجتها خلال الأعوام السابقة. في 2006 كان هناك مظاهرات في حلبجة، 2006 لم يكن هناك أي مشكلة في الرواتب، لم يكن هناك أي مشكلة في هذه المواضيع التي نتحدث عنها الآن، بالعكس كان هناك رواتب، كان هناك وضع جيد، ولكن كان هناك أخطاء. يعني منذ ذلك الوقت المواطن يعطي إشارات، يعطي رسائل إلى الطبقة السياسية، إلى الأحزاب التي تشكل الحكومة وخاصة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. إذن المطالبات والاحتجاجات هي ليست وليدة اللحظة، يعني مثل ما تحدث الأستاذ مصطفى قبل قليل، ليست فقط في السليمانية، هناك في دهوك، هناك في أربيل، ومثل ما تفضلت في حلبشة، والقضية ليست وليدة اللحظة، هي وليدة النظام الفاسد. المواطن هناك في كردستان يعني يدرك تماما بأن المشكلة لا ينبغي تعليقها فقط على بغداد، لأنهم يرون بأم عينهم ما يجري هناك. طبعا هم يرون الفساد الموجود في بغداد، وأيضا يدركون أن في كردستان تحديدا، في بغداد أيضا يرون، وفي كردستان يرون الفساد. يعني لا يمكن إقناعهم أن بغداد هي التي تتحمل مسؤولية. تمام، حصل خلاف سياسي، لم تنجح بغداد في إرسال الرواتب، هناك إيرادات داخلية، هناك إيرادات المعابر الحدودية، هناك بيع النفط المستقل من قبل الإقليم. جمع هذه بحسب كلام النائب البرلماني، هذا ليس كلامنا حتى لا يكون هناك أي تشكيك في المعلومات، النائب علي حمد صالح، علي محمد صالح نائب في برلمان إقليم كردستان العراق، عن حركة التغيير يقول أن الإيرادات الداخلية وإيرادات المعابر وإيرادات النفط تكفي للرواتب، تكفي للرواتب بدون المبالغ التي ترسلها بغداد. إذا لماذا لا يتم التركيز على هذه الإيرادات؟ لأنها تذهب إلى جيوب الفاسدين، لأنها تذهب إلى مصالح حزبية. لماذا معظم تصريحات المسؤولين في كردستان حتى في بغداد وحتى في يعني منذ عام 2003 يعني من يتحدث عن لابد من أن يحصل الشعب على حقوقه، هذه طبعا دائما منشورات كانت ترمى حتى من الطائرات الأمريكية، ويعني بعد احتلال العراق ما نرى أن جميع الأمور التي يتحدث أو كانوا يتحدثون بها المسؤولون سابقا عن ديكتاتورية وعن فساد وعن استحواذ وإلى آخره، هم الآن يعني يطبقونها، حتى أن بعض من المواطنين في كردستان يصف يعني السلطات هناك والأحزاب على أنها ديكتاتورية عوائل، ديكتاتورية استحواذ بالكامل يعني، أو توريث أو ما إلى ذلك. هل هذا الأمر سينعكس بالتالي على الجانب الأمني في كردستان على يعني على المدى المنظور من وجهة نظرك؟ كيف تنظر إلى الأمر وخصوصا أن هذه التظاهرات والاحتجاجات متواصلة إلى الآن والقمع متواصل أيضا؟ الكثير من المتابعين للشأن العراقي وخاصة عندما كانوا ينظرون إلى تجربة كردستان فعلا كانوا ينظرون إليه كتجربة مميزة في هذا الواقع المأساوي، ولكن عندما ندخل داخل هذه التجربة ونرى حجم الفساد المالي للأسف وحجم الفساد الإداري الموجود وأيضا التعامل القاسي البوليسي مع المواطنين، ندرك أن هذا الغلاف لم يكن صحيحا 100%، وهناك أخطاء أيضا
موجودة في بغداد تكررت في الإقليم. للأسف موضوع أن يتمتع المواطن العراقي سواء في كردستان أو في بغداد أو في أي منطقة أخرى أن يتمتع بحقوقه، هذه تبقى تصريحات يتم إطلاقها استهلاك إعلاني، استهلاك إعلاني وإقناع المواطنين بأن لديهم حقوقهم وليطمئنوا، ولكن لا يصله أي شيء من هذه الحقوق. يعني كيف يستطيع أن يقتنع بأن هذه التصريحات صحيحة وبأن هناك أموال وهناك، وهو يرى يوميا عشرات أو مئات الشاحنات تدخل المواد وتخرج المواد وحركة موجودة وأموال موجودة، ولكنه لا يتمتع بأي شيء من هذه الأمور. الأمر الذي يدفع المواطن إلى التعبير عن غضبه بهذه الطريقة عندما يرى أن الأحزاب السياسية، الأحزاب التي في الحكم لا تعاني من أي تقشف، لا تعاني من أي أزمة، هنا يحدث مشكلة كبيرة. نعم هنا يحدث المشكلة، وإلا أنا أجزم أن المواطن إذا شعر أن الطبقة السياسية أيضا أو الأحزاب السياسية يشعرون بنفس معاناته سيصبر 10 أو 20 عام بدون رواتب، سيصبر ولن يقتنع بكل التصريحات، ولكنه عندما لا يقتنع بهذه التصريحات ويرى مشاريع استثمارية، بنايات ترتفع، سيارات مصفحة، السياحة وسفر إلى الخارج من قبل ليس فقط المسؤولين بل أبناء المسؤولين وأقربائهم، ويقارن حياته في الإيجار ولا يستطيع في الإيجار، حينها سوف يقرر الخروج للمطالبة بحقه، وهذا حقه المشروع حسب كل القوانين والتشريعات العالمية والدينية. شكرا لك أستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي ضيفي في الأستوديو، وشكر موصول أيضا للأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كان معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.